السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام لافامي، كي دايرين؟ هانيين مزيانين، صحيحة الامور مزيانة. اليوم جينا نشرحوا واحد القضية اللي طرحت علينا في لي كومونتير من عند الاخ بولقنا والاخ الزايدي. قال لك دير لنا كيفاش الطريقه كتلعب العلوه، هذه ما داخلاش مع الدروس، مي البيو الخاطر ديال الاصدقاء ديالنا وخوتنا والعائله كاع. العلوه كما كتعرفوا كتلعب على جوج مقامات، كاين المقام الاول اللي هو العجم، وكاين المقام الثاني اللي هو البياتي، وكاملين كيتلعبوه على نفس لانوت، يعني ماشي لانوت كاملين، ديال البياتي بوحدهم وديال العجم بوحدهم، يعني كتلعبوا كاملين في الري، في الكورد ديال الري، هالري وهالري. الخيط الاولاني رقي وقراري، والخيط الثاني الخيط الثالث اللي هو الطروازيام راري، يعني كتلعبوا في الري. اول حاجه غنديروا العلوه عجم، ها هي العلوه عجم، كتسمى عجم ري حيت هي تلعب في الري. هنايا انا نطلقوا بلاتي، نطلقوا الميزان باش تسمعوها في الميزان. دابا نطلقوها وتسمعوا، دابا هذه علوه عجمري، عقل نفس لانوت اللي طراسينا في المره الاخرى، يعني هكا هذه علوه عجمري. العلوه عجمري كيفاش كتلعب؟ كنلعبوها بحال هكا. بعد العجمري شنو هو؟ كنديرو ري، ها تنبداو من ري حتى ري، ندوزو على لي نوت ديال العجمري. ري عندك ري مي فا صول لا سي دو، ري ري دو سي لا صول فا مي ري، هادو هما لي نوت ديال العجمري. هنا دابا غنلعبوا العلوه، يعني هنا باش كنبداو اول حاجه كنبداو بها، يعني كنجيو كنحطوا صبعنا على المي وكنحطوا صبعنا على الفا، كيبقى لينا هنايا غير الصول. الصول هنا كنجيو كنديروا هنا بحال هكا، شوف كي غتبان لك بحال هكا، بحال الطريقه هذه. هل كدير ديك وليدي وغادي العلوه وليدي، ها سمعتيها؟ هنا كيفاش كيتلعب؟ عندنا يا فا صول فا صول، هنا كدير ديك، نتمنى تكون بانت ليكم. انا نعاودها ديرها ثقيله باش تبان ليكم، هذا ضروري منو هذا. نات بغيتي تدخل في هذاك الحس ديال السواكن كتزيد هاد الصباع هذا، باش كيعطيك بحال اللي كنقولوا كتولي كتجرح بحال هكا. انا باقي ما دخلتوش، وليني دابا غندخلو. هات غنديرها ثقيله بزاف كاع، نتمنى تكون بانت ليكم. دابا غنديرو العلوه في البياتي باش تعرف عاوتاني العلوه ديال البياتي. انا نطلق هنايا وغنديرها، ها
البياتي. شنو هو البياتي؟ لي نوط ديال البياتي. لي نوط البياتي كنديرو عندنا هنايا ري، هنايا مي بالربع، هنا الفا، هنا هنايا الفا، هاي بالنوطه، والنوطه هي الفا. فا عندنا هنايا الصول، هنايا لا، هنايا السي بالنوطه والنوطه، هنايا الضو، هنايا الري. الري هو داك هو داك البروميان السلك الاول خاوي، هي الري. دابا غنرجعو هذا هو هذه هي الاوكتاف ديال البياتي ري. هاد الشرح ديال الربع وكذا، الربع يتزيدك واحد شويه، اي واحد شويه بحال هكا. دابا هذه النوطه غتزيدك واحد شويه هاد القربع. هذا تنشرح لكم المقام ديال البياتي في واحد الدرس، وغنوريكم نفسر لكم مزيان باش تفهموا شنو هو المقام ديال البياتي. دابا هنا كتلعب، هنا في كتلعب العلوه بياتي بهذه الطريقه هذه. انا نديرها لك هنايا باش وقيله درتها مزيان، ما عليناش. دابا هنا نوريك كيفاش كتلعب دابا الطريقه ديال العلوه بياتي. العلوه بياتي بهذه الطريقه كتلعبها هكا، كتلعبها هكا. انت حاط يدك على المي بيمول، المي بالربع، والفا، الفا راه ماشي هنايا، هنايا في الوسط ديال دوك النوطات. كاينه هنا ادي الصول، كدير هنا انت حاطط جوج هادو، كدير كيكونوا انت بحال هكا، هادو مهزوزين، كتجي هكا. يعني هنايا المي كتبدا بالمي بالربعة. انا نديرها بشويه باش تفهمها. هنا كدير هكا، كتخلي هذا وكتبقى تلعب بالا. هنا كترجع للضو، هو في البياتي كنبداو بحال هكا. كانت كان ها الري اللي هي الثالثه خاويه، وكنجيو لهنايا المي هنا بالربع كما قلنا، كتهز واحد يدك واحد شويه، وهنايا الفا، وهنا الصول. هادو هما اللي كتلعب فيهم، وفي الجواب كتجيب الضو. هاد الضو هي هاد النوطه هادي اللي كاينه في كاتريام، هادي كتدخل، كتدخل هنايا في البياتي. في العجم ما كتدخلش، وليني في البياتي كتدخل. كان باش كدير العلوه كديرها بحال هكا، انا دخلت الضو. هنا كتقيس الخيط الثالث، وعندك كتقيس الخيط الثالث يعني الثالث اللي هو الري، وعندك هنايا الضو، كتقيسهم بجوج بحال اللي كدير هكا. باش كتعطيك داك الجواب. داك الجواب الوسطاني كتبقى دير هذيك، كدير فا 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 مي هانت، فا 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 هادي فا 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 ميري. هي من المي الري كتخطف بالزربة، كتخطف صبعك باش تعطيك ها. كتجي للضو باش تعطيه الجواب. نتمنى تكون باينه، وتقدروا تفهموني في الدرس هذا. واخا عرفت راسي انني راه ما وصلت لكمش مزيان، مي حتى انا ما بغيتش ندير هذه الطريقه ديال انني نوريك فين تحط صبعك، ولا فين. انا بغيت يعني تستافد معايا كيفاش تحرك يدك في لامونش، فهمتي؟ حيت لا بغيتي دير شي حاجه من الاول، راه ما عمرك غدير شي حاجه.
كون على يقين. انا كيفاش الا تعلمتي، الا تعلمتي كيفاش تمشي يدك في لامونش في جميع المقامات اللي على الكمانجة، يعني تحركها، هذاك هو الربح. حيت الا تعلمتي تمشي يدك العلوه ما غتسولش شي واحد كيفاش كدير ليها، غتولي انت دايره راسك ما تحش، غتعرفها بالزربه في كتلعب. تقدر تسول الى مقام كتلعب العلوه، على يقول لك بنادم يقول لك كتلعب عجمري، انت راه عارف لي نوت ديال العجمري، فهمتي؟ عارف بنادم يقول لك عجمري راه غتمشي ليهم انت ديريكت، يعني غتجربها في العجمري، انت راه عندك احساس ديالك غيخرجها في البلاصه، تلقى راسك درتيها بلا في اول محاوله غديرها، هذا هو الربح. اما باش يقول لك بنادم يعني بحال دابا نديرو مثلا غير خلاس، بحال دابا كنلقى لي كومونتير كيقول لك دير لنا شي راغول، بحال دابا نديرو مثلا هذا الا كنتي عارف بياتي غديرو بالزربه، بياتي لا ماشي ري، حيت كاين بياتي لا وبياتي ري، كنتي عارف سميتو غديرو بالزربه. الا جيت نوريه لك انا يبان لك انت درتي كاع، نديرو مثلا لا لي يوريه لك في لي نوط، انت درتي ما استفدتيش، والله ما عمرك غتستافد، حيت على حقاش تعلمتي غير داك الروغال كيفاش كيتلعب. من غير يجيكم روغال واحد اخر بحال ما نديرو مثلا هذا، هذا هو اللي كيوزع علينا الروغال كاملين، من ان تجي من مورا روغال اخر غتلف. نديرو مثلا انا نعطيك شي كيخرجوا يعني بحال نفسر لك، يعني روغال بحال كيفصل، غتفصل الرواغل منه، يعني غتخرج رواغل اخرين منه بحال هكا، نفس الرواغل كيخرج لك نفس الرواغل بحال الروغل الثاني، سمعتيه؟ الثالث سمعتيه؟ دابا هادشي هذا يجيك انت صعيب، هو دار ساهل، هذا علاش كتولي كدير، ومين كتولي يدك تلعب هنايا مزيان كيولي يجيك هادشي ساهل. ونتمنى نكون فدتكم ولو غير شويه، واخا عارف راسي ما وصلت لكمش مزيان، مي الا ما فهمتيش عاود خلي لي شي كومونتير، وغندير لك دابا بالتفصيل ان شاء الله كيفاش تتعزفها بصبعك، فين كان كنحط صبعي، وفين كنحط الاخر، وفين كنحط الاخر، واخا انا باغيش نعلم بالطريقه هذه، ولكن الا ما فهمتيش نديروها ماشي مشكل. هانيا يعني واخا انا دابا راه كنهضر وما مرتاحش لهاد الطريقه هادي ديال، حتى انا ما بغيتش ندير هاد الطريقه هادي، مي ماشي مشكل. والمهم ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر الاعجاب، وخليوا لي لي كومونتير، خليوا لي يعني الاراء ديالكم في التعليق، واللي عنده شي سؤال يسولني في التعليق نيت، والله ولي التوفيق ان شاء الله، والربح ديالنا هو كلشي يستافد. تا انا راه مازال كنتعلم، وتا انا مازال راه كنستافد من عند الناس، وما كرهتش كاع الا كان شي واحد كيعرف احسن مني يفيدني كاع تا انا في لي كومونتير، يعني نستافدو كاملين، حنا جينا باش نستافدو كاملين، كاملين كنبغيو هاد الاله. انا عارف بنادم يحطو كيقلب يعني راه كيموت على هاد الاله، انا راه هاد الاله هادي راه عندي معاها قصه، باش يعني راه شنقول لك، باش تلقى اللي يعلمك في هاد الآلة، يعني باش كنا حنايا في الأول البداية ديالنا كانت صعيبة، يعني تمشي عند كمان جيت للدار وتدق عليه والو ما يبغيش يعطيك داكشي، ما يبغيش يعطيك داكشي، كيبين لك داكشي صعيب باش ما تسافش. دابا راه سهلت شوية، يعني كاين فيديوهات في اليوتيوب، وهي راه باش تكون على يقين أنها راه من أصعب الآلات الوترية، هي هاد الآلة هذه من أصعب الآلات الوترية. ونتمنى إن شاء الله كلشي يستافد، ومع تحياتي والسلام عليكم. ما تنساوش الاشتراك وبارطاج مع الدراري صحابكم، باش نتشجعوا ونزيدوا نخدموا اكثر من هكا ان شاء الله، ومع السلامه.